من غزة ينضم إلينا سمير منعم المحامي في مركز الميزان. سيد سمير، الطفل الفلسطيني ربما هو الوحيد من بين أطفال العالم الذي يتعرض للقنص، وهو الذي يقاوم المحتل، وهو الذي يعتقل، والذي هو الذي يؤسر ويعذب ويقدم أيضا للمحكمة العسكرية. لماذا كل هذا الصمت الدولي والتقاعس لما يتعلق الأمر بالطفل الفلسطيني؟ يعني بداية، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. دعيني في البداية أن أقدم توصيفا قانونيا مختصرا لما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بأحداث فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة. ما جرى حقيقة يمثل انتهاكات جسيمة توافر فيها الركن المادي والركن المعنوي للجريمة. لقد تمثل الركن المعنوي في التصريحات المتلاحقة من قبل قادة الجيش الإسرائيلي وأيضا القادة السياسيين لدولة الاحتلال، وكذلك الركن المادي الذي يتعلق بقتل 14 طفل من قطاع غزة وكذلك إصابة 1200 طفل من هذا القطاع، وبالتالي هناك نتيجة أودت بحياة هؤلاء الأطفال، وبالتالي شكلت جرائم حرب وشكلت كذلك انتهاكات جسيمة. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة نصت على أن القتل العمد وكذلك أيضا العمد الإضرار بالسلامة الجسدية والحاق الأذى بالصحة للأشخاص المحميين هي من قبيل الانتهاكات الجسيمة التي يحظر على دولة الاحتلال ارتكابها. كما تمثل هذه الجريمة بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة المادة 8 جريمة حرب، وكذلك هي يعني تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر باقترافها، وهي تتجلى كذلك في الفقرة 1 والفقرة 2 من الفرع ألف من المادة 8، وبالتالي هي محظورة بموجب ميثاق روما. لكن المحتل ضرب بكل هذه المواثيق بعرض الحائط، ما الإجراءات القانونية هنا التي من الممكن أن يقوم بها الفلسطينيون؟ يعني في هذا السياق فلسطين انضمت إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهي بإمكانها بموجب المادة 14 تحديدا من الميثاق أن تودع يعني بلاغا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في هذه الجرائم. بالمناسبة المدعي العام فاتو بن سودة أصدرت بتاريخ 9 مايو 2018 بيانا حذرت من خلاله سلطات الاحتلال من الاستمرار في ارتكاب هكذا جرائم، وهي أوضحت أنها تتابع بقلق شديد، وهي وضعت الأراضي الفلسطينية تحت رقابة شديدة وحذرت من استمرار هكذا جرائم. وبالتالي فلسطين لديها أدوات قانونية دولية بعد أن أصبحت يعني دولة مراقب، أصبح لديها الحق في إيداع بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الآن نلاحظ أن هناك تصاعد في نفسها وتيرة الانتهاكات 15 الإسرائيلية ضد الطفل. ما العوامل التي تجعل من الصعب على الفلسطينيين إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطفل؟ يعني في هذا الإطار الانتهاكات كما أسلفت المشرع الدولي حظرها بشكل مطلق. مطلوب منا كفلسطينيين أن نجيد استخدام هذه الأدوات القانونية وأن نعمل بشكل فعال من أجل يعني ملاحقة قادة الاحتلال وكذلك من ارتكبوا هذه الجرائم. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل التجمع الحق في التجمع السلمي، وكذلك المادة 6 تكفل أي انتهاك للحق في الحياة من ذات العهد. وبالتالي وجب على الأطراف الدولية وتحديدا المدعية العامة وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة. بالمناسبة دولة الاحتلال انضمت إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 1 تموز يوليو 1951، وبالتالي هي طرفا في هذه الاتفاقية، وكذلك فلسطين انضمت إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 1/4/2014، وبالتالي تنطبق هذه الاتفاقية عليها بشكل كامل، وما تشكله هذه الاتفاقية من ضمانات والتزامات ينبغي على هذه الدولة التزام مطلق بأحكامها، وإلا هي تنتهك أحكام هذه الاتفاقية وهي معرضة على الدوام للمساءلة والمحاسبة في هذا الإطار. سمير منعم المحامي في مركز الميزان كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.